اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. طريقة الحفظ التي يثبت الإنسان بها حفظه. أولا تقرأ السطر 10 مرات ثم سمعه لنفسك، فإن جئت به على وجهه فانتقل إلى السطر الذي بعده، وإن اختلطت عليك كلمة فاقرأها مع ما قبلها وما بعدها 5 مرات ثم اقرأ السطر كله وسمعه لنفسك، ثم انتقل إلى السطر الثاني فاقرأه قراءة 10 مرات. لا تقرأ مرتين ثم تسمع نفسك، لا، هذا خطأ، شوه على نفسك. حتى لو حفظته من أول مرة لابد أن تقرأه قراءة حتى ترتسم الكلمة في الذهن موضعها من السطر ومن المكان. قرأت السطر الأول 10 مرات وقرأت السطر الثاني 10 مرات، تقرأ السطرين 3 مرات وتسمعهم لنفسك، ثم السطر الثالث ثم الرابع الخامس حتى تنتهي من حفظ الصفحة كاملة. هذا حفظ نسميه حفظ قصير المدى، قد يضيع منك بعد أسابيع. كيف تحول هذه الصفحة إلى حفظ طويل المدى؟ فأتي بالصفحة التي حفظتها تفتحها مرة أخرى وتقرأها 20 مرة، حتى لو سمعتها 100 مرة تقرأها 20 مرة قراءة، حبذا لو كان إصبعك تحت السطر، ستثبت هنا إن شاء الله وتحفظها ولن تنساها بفضل الله. لماذا؟ لماذا؟ لأنك حينما تقرأها 20 مرة قراءة نظرا، فإن العين تلتقط صورة ضوئية للصفحة فترتسم الصفحة في ذهنك فلن تنساها بفضل الله أبدا. كل حرف قد جزيت بأجره ضعفاً